إلى أن يصل سماحة الشيخ طارق، أحب أن أكون بئس البدل في بعض الكلمات من وحي المناسبة إن شاء الله. تحدثت أنا اليوم في خطبة الجمعة عن موضوع جدا مهم، كثير من إخواننا في مدرسة أهل البيت لا يلتفتون إليه أو لا يشيرون إليه، وهو مسألة هناك حادثة أو واقعة حصلت لعله لا تقل أهمية إن لم تكن أهم من حديث أو مسألة الغدير أو يوم الغدير، وهي تعرف في التاريخ بواقعة الدار أو يوم الدار، في مسألة جدا مهمة في قضية حديث الدار. هذا الحديث الذي هو في أول سنة البعثة، سنة أولى بعثة في مكة، وأمير المؤمنين كان عمره 13 أو 14 سنة، عندما جاء رسول الله وطلب من أمير المؤمنين عليه السلام بعد قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر رسول الله عليا أن يجمع عبد المطلب، آل عبد المطلب، فجمعهم وكانوا 40 شخصية بما فيهم أبو طالب. وهذه المسألة قضية الدار نقلها كل المسلمين أو كل المسلمون، سنة وشيعة، أكثر المؤرخون نقلوها قضية الدار واتفقوا عليها. إذا في بعض مثل البخاري لا ينقل قصة الغدير لكن يشير ينقل قصة الدار. فجمعهم أمير المؤمنين لرسول الله، يقول علي فصنعت لهم كتف شاة، وجئتهم بعس لبن، وكان الرجل منهم قادرا يأكل شاة، ولكن أنا كلهم 40 جبت كتف شاة وصنعت لهم طعام، فأكلوا حتى شبعوا ولم ينقص من الطعام شيء، من بركة رسول الله أكيد. عطروا مجلسنا بالصلاة على محمد. تفضلوا شيخنا، تفضل، بسم الله، تفضلوا هنا. يقول فلما أراد أو هم رسول الله أن يتكلم قام أبو لهب وقطع على رسول الله حديثه وانقطع المجلس، المجلس انكسر وقام الناس وانتهت هذه الجلسة بدسيسة من أبو لهب. يقول عليه السلام فأمرني رسول الله مرة أخرى أن أصنع طعاما وأجمعهم مرة ثانية له، فجمعتهم يوم ثاني، جمعتهم على طعام آخر، فما إن انتهوا من الطعام حتى بدأ رسول الله بالكلام، سنة أولى للبعثة، قال أيها يا بني عبد المطلب، والله لا أعلم شاب جاء لقومه بخير مما جئتكم، من منكم يؤازرني على هذا الدين ويعضدني عليه وينصرني فيكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي؟ يقول علي فوجموا كلهم سكتوا بما فيهم العباس، بما فيهم كلهم 40 واحد كان من آل عبد المطلب وبني هاشم من خواص رسول الله. يقول وكنت أصغرهم فقلت أنا يا رسول الله فداك نفسي، أنا آزرك ونصرك وأعضدك. يقول فنظر لي رسول الله وقال اجلس، ثم التفت لهم مرة أخرى وقال من منكم يا بني عمومتي ينصرني على هذا الأمر ويكون وزيري ووصيي وخليفتي؟
يقول فوجموا كلهم سكتوا. فقلت مرة أخرى أنا يا رسول الله؟ يقول فقال عندها أنت وزيري ووصيي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا. يقول فقاموا كلهم يقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع وتطيع لولدك. هذه قصة الدار في السنة الأولى للبعث، وقد اتفق المسلمون على نقل هذه القصة، مما يعني أن الغدير هو تأكيد لقصة الدار، لأنه في واقعة الدار هناك تأكيد على الوزارة والوصية والخلافة، وهذه أهم من أنه مولى صديق حبيب يشككون بعضهم، لاحظ، أو أنه كانت لقصة في اليمن بعض المسلمين ضجروا من عدل علي فشكوه لرسول الله، فكانت بعضهم يحاول أنه يذوب ويتصرف في قضية الغدير، أنه مو القصة ولاية وخلافة، القصة ردة فعل عن بعض المسلمين في قضية حلل اليمن الذي نزعها علي من الجيش، لبسوها قبل أن يراها رسول الله، فضجر الجيش منه شكوه لرسول الله، قال يا قوم لا تشكوا عليا إنه أخيشن أو خشن أو أخيشن في الله، هو خشن في الله لا تشكوا. طيب، فبعضهم يقول لك بعدين في غدير خوم كانت رد فعل على هاي القصة، أراد أن يعلو شأنه ويرفع هذا الغل من قلوبهم في قضية حلل بدر حلل اليمن. طبعا هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام ليس منطقي ولا صحيح، لأن الآية في سورة المائدة تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل تعطلت نبوتك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العجيب، سمعت كلمة للعلامة الفذ الشيخ حسن بن فرحان المالكي حفظه الله، هذا الرجل حقيقة رجل عظيم ومحقق، أسأل الله له التسديد وأن يكشف بصيرته، عنده كلمة جدا مهمة، التفاتة حلوة جدا شفتها عنده، يقول أنا رحت إلى غدير خم، منطقة غدير خم زرتها، هو من أهل الحجاز، هو ساكن في الرياض يعني في نجد، ولكن رايح للحجاز ويعرف هاي البلاد. يقول أنا رحت إلى غدير خم، المنطقة التي وقف بها رسول الله، يقول هاي المنطقة يقول فيها سر عجيب، يقول فيها مجموعة من التلال والوديان، يقول إذا تتكلم أي صوت، يقول الصوت ينتقل إلى أبعد نقطة بعيدة، في صدى عجيب يردد الأصوات بحيث توقف، هو ملتفت يقول أنا جربتها، تقف تتكلم يقول ينتقل الصوت إلى أبعد نقطة، وكأنه سبحان الله، الله اختار هاي المنطقة حتى ينزل عليه الآيات ويقول له هنا بلغ العدد 100,000، هنا بلغ حتى كلهم يسمعوك. يقول هاي المنطقة فيها فتسر نفسي، الله اختارها إله في غدير خم، هو هذا يلتفت إلى هيك معاني دقيقة. على كل هذا الأمر جدا مهم، يعني غدير خم، خلينا نأكد على قصة أنه لا نفصلها عن قصة الدار، لأن غدير خم في الواقع تأكيد لقصة الدار التي نقلها المسلمون باتفاق، كلهم نقلوا مسألة الدار، وأن قبل 20 سنة أكو اتفاق، اللي ينصرني يقف معي يعضدني يآزرني يتحمل إلى وزارتي والوصية والخلافة. ففي غدير خم بعد 20 سنة، بعد 23 سنة صار تأكيد على هذا الموضوع، القصة ما اجت اعتباطا، يعني ما أن بعث رسول الله إلا وعين وصيه ومن يخلفه ووزارته، لاحظوا، والقصة ما اجت جزافا. ولذلك يجب التأكيد على هاي المعاني، أنك أنت كيف
تعضد قضية وظلامة أمير المؤمنين، كيف تبينها للناس؟ ليش؟ لأن أعداءنا للأسف أعداء علي عملوا بخبث لمحو آثار هذه المسألة. الآن كثير من الناس يدعي حب علي، ولكنه يتهاون كثيرا في أن يبين عظمة وظلامة هذا العظيم. لاحظ من الأساليب، وإن شاء الله في محاضراتنا العاشورائية القادمة راح يكون بحوث ومحاضرات عن أساليب بني أمية، كيف عمل بني أمية على محو أو تذويب أو تضليل الناس في ظلامة أهل البيت ومنهج أهل البيت عليهم السلام. منها هاي، في أساليب كان عندهم، أساليب مدمرة قاسية الهدف منها القضاء على منهج الرسالة ومنهج السماء والقيم. في مرة الوليد بن عبد الملك بن مروان، هذا خليفة ابن عبد الملك متوفي سنة 96 للهجرة، وقد بلغت دولتهم أيام الوليد من جنوب الصين إلى جنوب فرنسا. في سنة 96 للهجرة الدولة الأموية من جنوب الصين إلى جنوب فرنسا، هاي كلها بني أمية. في يوم هذا الوليد يمشي مع ركب وجيش وعتاد وأسلحة، ومر على واحة ماء، ماء، سأل ما اسم هذا الماء، أعجبه ونصب له فسطاط فتخيمة على المياه. لاحظ ينقلها البلاذري في أنساب الأشراف، أنساب الأشراف للبلاذري ينقل هذه القصة عن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وأنت من هذه واعتبر. يقول سأل شو اسم هذا الماء، قالوا له اسم الغدير، الغدير، طبعا مو غدير خوم، لا، ما هي بسوريا بالشام، شو اسمه، قالوا له اسم الغدير، يقولون فرتاع. وقال والله، شوف، والله لا أذهب من هنا حتى يفنى ماؤه، ما أنقل فسطاطي وأنتقل من هالمكان إلا يروح ماء هذا، يفنى ماؤه. ما اسمه واحد اسمها الغدير، قال أنا راح أبقى إلى أن يخلص الماء هذا. يقولون فجاء الجيش وأخذوا ينضحون ماءه بالقرب حتى أفنوه، فلما نشف راح الماء، الأخ راح شال، لأنه الرجل ما يتحمل شيء اسمه غدير الغدير. طبعا البلاذري ما يقول شنو ربط هذه بهذه، ليش الوليد مصر. أطروا مجلسنا بالصلاة على محمد وان. شنو هالإصرار من الخليفة على محو هذا الماء؟ طبعا واضح، هو الرجل يريد أن يبطل، عليكم السلام سيدنا، يبطل كل شيء اسمه مرتبط بعلي عليه السلام. هذه هي أساليبهم، ولذلك على المؤمن أن يكون حذقا وأن لا ينجرف إلى وسائل شيطانية الهدف منها تذويب وضياع ظلامة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. ومنها هذه الأساليب للأسف التي اصطنعها بني أمية. أدعو الله عز وجل أن يثيبنا في تمسكنا بولاية علي سلام الله عليه، لأنه الذي أكمل الدين هي هذه الولاية، لأنه احنا عندنا الصلاة في أول البعث النبي صلى الله عليه وآله، والصوم في السنة الثانية للهجرة، والخمس والزكاة، آخر منسك الحج، حجة الوداع وقال خذوا مناسككم عني، وانتهى الموضوع. بعد ما بقى شيء حتى يكمل إلا هذه التي أكمل بها الدين وتمت بها النعمة. ولذلك
في سورة المائدة بعد هاي القصة، بعد حادثة الغدير، نزلت هاي الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وختم القرآن، ولم ينزل قرآن طيلة الشهرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل الأحداث والوقائع تشير إلى أن هذا الأمر الذي أمر به أن يبلغه للناس أمر خطير وأمر جليل. ولذلك أنتم اللي تتمسكون بولاية أمير المؤمنين، أنتم تمسكتم بولاية الله ورسوله، لأنها في خط الله وفي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا على المؤمن أن يتكل على ربه، وأن لا تضعف همته ولا تضعف علاقته بالله عز وجل، لأنه متكئ على أمر عظيم وعلى أمر شديد، وهو ولاية الله. ولاية الله مظهرها هذا العبد الصالح علي، الذي أخفي قبره ولم يبقى له أثر، يعني مقتضى السياق الطبيعي أنه ينتهي. وبني أمية وهذه الماكنة العظيمة والإمكانيات والأموال والغل، 80 سنة مشروعهم تحطيم هذا الرجل نفسيا قدسيا، حتى يقول الراوي: ما كنا نستطيع أن نقول قال علي، كان الراوي يقول قال أبو زينب. لاحظ، وإذا الأمور تنقلب رأسا على عقب، وكأنهم يرفعونه ويعلوه. تشايف أساليب بني أمية؟ أحد أساليبهم كانوا جمعوا الأشعار التي قيلت في ذم رسول الله، جعلت في كتاب: عطروا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد، وربوا عليها أبناءهم يحفظوهم في ذم النبي نستجير بالله. هذه الأساليب إن شاء الله نلتفت إليها ونشير إليها ونذكر ما ينفعنا، وكيف ننتبه وننبه أجيالنا وأولادنا من خطرها. إن شاء الله انتظرونا في محاضرات لنا في محرم الحرام في أيام عاشوراء في هذا المكان المبارك. ورحب مرة أخرى باسمكم بأخي سماحة العلامة الداعية الإسلامي الشيخ طارق المصري حفظه الله، وأبارك لكم هذه الأيام أيام الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة الحضور الأكارم، نمسيكم بأمسية الولاية العلوية المباركة الطاهرة إن شاء الله تعالى، جعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولايته في الدنيا والآخرة حتى لا نحرم من رؤيته. كما وطأ السيد الجليل حفظه الله، وكذلك نبدأ بمقدمة وهي قول رسول الله لما سيتحفنا به سماحة العلامة الضيف، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: